يقول باللي هو ايه ما كانش مع هذا القرار. نتبعوا هاد التصريح في ميكروفون وليد ونقولوا البلاطو. بحال حنايا ما عندنا حتى حاجه، ما بروغرامنا حتى حاجه باش نلعبوا بنهار الخميس. حنايا ما نسمعوش للقول، هذه فيدراليه كاينه وكاينه لا ليغ. حنا باريكري هو الصح، نيكري حنا ليكري ما بعثنا لهم والو، راك فاهم. المسير الاول تاع لا ليغ مسي قرباج يقول باللي الاربعه باللي راهي تسير ما فيش في فارق في ملهات. انا نرجع له اليوم نقول له الاربعه عندها رجال، والاربع عندها ثلاثه رجال خمر رجال تاعها كاع اللي عندك انت. حنا عندنا الجمهور تاعنا وفي الفريق تاعو، حنا نسيروا في فريق اللي عنده قيمه في الجزائر، فريق هذا مدينه الاربعاء، فريق مدينه كبيره تبان صغيره بس عندها رجال كبار، والاربع عندها تاريخ، فهمت. وانا نقول له باللي اليوم انت بروغرامي بالخميس ولا كيما حبيت، حنا وربي وفقنا والنيه تاعنا مشات، والاربع فيها رجال، حنا ما عندناش ملاهي، احنا عندنا فريق شريف، وفريق هدف فيه الناس اللي يقدموا الفريق. والاربعه ما راهيش من اليوم، الاربعه راهي من 1940 ايام 28 فبراير، وسبعه اللي كريا وهذوك كاع رجال الله يرحمهم فهمت، نوفي بالرحمه تاعهم. هذوك اللي كريا والاربعه هذوك رجال وتعبوا على الاربعه باش الاربعه وصلت اليوم، المجهود تاعهم ما تقوليش ملهات. هذوك رجال اللي كانوا اللي خدموا الاربعه ومازالهم رجال كاينين، ولادهم كاينين، وحنا ما عندناش التنوفيق في الفريق في الفوتبول، ما كاش التنوفيق. اذا كما شاهدنا تصريح ساخن لجمال عماني اللي وافقك الراي تقريبا.